أعتقد بشكل عام أنه انظر إلى منهجية هذا المعهد، أي منهج يستخدم، هذا رقم واحد. هل المنهج اللي يستخدمه له تجارب سابقة وأثبت فعاليتها ولا؟ طيب الشراكات المعهد هذا مع أي شركة عالمية وجهات عالمية، فكل ما كان شراكاتها قوية، كل ما كان فعاليتها قوية، هذا رقم واحد. رقم اثنين جانب الممارسة، الممارسة رقم واحد أضعها. المعهد الشرح بالعربي أو بإيش؟ باللغة الإنجليزية. بعض الأشخاص يقول أنا ما أفهم في البداية، أنا ليفل 1 مستوى الأول، كيف أفهم اللغة الإنجليزية؟ أنا بدأت ليفل 1 باللغة الإنجليزية وأستاذة باللغة الإنجليزية تماما، وأنا ليس لدي لغة أبدا، كيف فهمت؟ الله أعلم. يكفي أن تذهب وستجد إن شاء الله الطريقة الممتازة. فالممارسة مهمة. في بعض المعاهد تضع نظام الكروت، إذا تكلمت بالعربية في المعهد داخل أسوار المعهد تأخذ كرت أصفر، جميل. إذا تكلمت مرة أخرى تأخذ أحمر تطلع. فجانب الممارسة مهم جدا جدا جدا. بعض المعاهد فيها فصول للتعلم، لا تكتفي فقط بإعطاء المحاضرات أو إعطاء الدروس، لا، تضع مسابقات وتضع شراكات، تذهب إلى معاهد أخرى، طلاب يتكلمون مع طلابكم باللغة الإنجليزية. فأعتقد جانب الممارسة مهم جدا جدا، وجانب منهجية التعلم فيها، أعتقد هذه خيارات يعني ممتازة.